صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله مرسوم رقم 77 لسنة 2023 بتعيين رئيس تنفيذي لمركز الاتصال الوطني وذلك بناء على عرض مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين السيد أحمد خالد العريفي رئيسا تنفيذيا لمركز الاتصال الوطني